تبدأ حكايتنا سنة 1925 وتدور وقائعها حول تنطور ضاع تحت غبار السنين في حانوت بائع تحف قديمة وفقد قيمته وأسراره بفقده لآلئه التقليدية الخمس، كل ذلك قبل أن يخطفه شاب يدعى سيداتي وسادتي، بعد أن تفضلتم بالاستماع إلى المقدمة الموسيقية أتشرف بأن أقدم إليكم أغنية بنادي عليك.
جيت في الدنيا عشان ألحن، عشان في رسالة أديها، قدرت أديها الله أعلم ولا ما قدرتش، إنما أقدم أصوات. عمرك ما شفتيها ولا حتشوفيها. هي مكنة كده اسمها البيانة، سودة ولها صوابع بيضة. أول الست ما تلمسها تقولي ساكنها جان. اسمعي كروانات الدنيا كلها، طب لإيه ومزاديك إيه؟ طب بنت المأمور عندها فلغرات، وده يبقى إهدى كمان. حاجة كده خذي قرص الحلاوة السمسمية، أول ما تشكيها بالإبرة الغني لعنة. أنا بصيت لقيت واحدة بتغني وأنا لوحدي في الأوضة، قلت على طول الأوضة مسكونة وغمات. ياه اللي مهندس فهمني، عياني من غرم ياني.
كويس قوي. امال عايزه حياتك تكون مليانه ايه؟ غنى وتقطيق وترابيزات وعصفوري يا معصفوري وتعالي لي يا بطه انا مالي هيك؟ ده راح اطبق لك الدنيا، ده راح اخبطك المزيكا اللي في العالم كله، دي سامعه؟ ده راح اوديك في داهيه ويانا المزيكا. اما اشوف المزيكا يا اخي بدل ما تضيعي وقتك في مزيكا وكلام فارغ، شوفي لك شغلانه افيد منها اعمل ايه؟
هيجنن، ده مدهش. لكن انا مش داخل قلبي ابدا، دماغي ما فيهاش مزيكا خالص. تحب اعمل لك فنجان قهوه؟ زي قلته. طب ايه رايك لو تريح نفسك ونسافر اسكندريه نقعد يومين، يمكن تغيير الجو يساعدك. لا يا سهام، انت عارفه اهميه اللحم ده بالنسبه لي، ومش ممكن هرتاح الا لما انتهي من زمان. لما كان لحم يمشيش معايا كنت بسافر بلطيم وهناك. كمستمع وافتكر ده هيكون راي الناس. الناس بيحكموا على اللحن وهو جاهز، لكن مش ممكن يتصوروا كان ممكن يكون ازاي. أطول عليك، اشتغلت بعد كده موزع على خفيف لحد ما بقيت معلم كبير، صبياني وصبيان صبياني ما يقلوش عن ألف نفس. إنما أنت بقى يا رجب بيه نزلت علينا بالباراشوت، عمرك ما هتعرف مين زباينك، لأنك فوق لا هتقابلهم ولا هتعرفهم. عرفت الفرق؟ انت تقدر تشمم الناس لكن انا ما اقدرش.
على المزيكا. مالي انا ومالي المزيكا بس يا ربي. اخ بس علم لايمي على حته مزيكا وانا ارقشها بسناني يا كل هبك. انا مروحه. الله ما لسه بدري. لا لا يا دوب كفايه. يا الله نجاح انا في القواوي مخزون. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اذا كنا دوشناكم بالمزيكا المخيفه دي